البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، بركته علينا أمين. لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإسم، وأية شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان، فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله: إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا، يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فأقبلكم، وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات، يقول الرب القادر على كل شيء. فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء، لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. اقبلونا، لم نظلم أحدا، لم نفسد أحدا، لم نطمع في أحد. لا أقول هذا لأجل دينونة، لأني قد قلت سابقا أنكم في قلوبنا، لنموت معكم ونعيش معكم، لثقة كثيرة بكم، لافتخار كثير من جهتكم، قد امتلأت تعزية وازددت فرحا جدا في جميع ضيقاتنا، لأننا لما أتينا إلى مكدونية لم يكن لجسدنا شيء من الراحة، بل كنا مكتئبين في كل شيء، من خارج خصومات، من داخل مخاوف، لكن الله الذي يعزي المتضعين عزانا بمجيء تيتوس، وليس بمجيئه فقط، بل أيضا بالتعزية التي تعزى بها بسببكم، وهو يخبرنا بشوقكم ونوحكم وغيرتكم لأجلي، حتى إني فرحت أكثر، لأني وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة لست أندم، مع إني ندمت، فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم ولو إلى ساعة. والآن أنا أفرح، لا لأنكم حزنتم، بل لأنكم حزنتم للتوبة، لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله، لكي لا تتخسروا منا في شيء، لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، وأما حزن العالم فينشئ موتا. فإنه هوذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله كم أنشأ فيكم من الاجتهاد، بل من الاحتجاج، بل من الغيظ، بل من الخوف، بل من الشوق، بل من الغيرة، بل من الانتقام. في كل شيء أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء في هذا الأمر. إذن وإن كنت قد كتبت إليكم فليس لأجل المذنب ولا لأجل المذنب إليه، بل لكي يظهر لكم أمام الله اجتهادنا لأجلكم. من أجل هذا قد تعزينا بتعزيتكم، ولكن فرحنا أكثر جدا بسبب فرح تيتوس، لأن روحه قد استراحت بكم جميعا. فإني إن كنت افتخرت شيئا لديه من جهتكم لم أخجل، بل كما كلمناكم بكل شيء بالصدق، كذلك افتخارنا أيضا لدى تيتوس صار صادقا، وأحشاؤه هي نحوكم بالزيادة، متذكرا طاعة جميعكم كيف قبلتموه بخوف ورعدة،
أنا أفرح إذن، إني أثق بكم في كل شيء. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي جميعا، آمين. الكاس لكم، فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنطس وغلاطيا وكبدوكية وأسيا وبيثينية المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير، الذي به تبتهجون، مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح، الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس، الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها، الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء، التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين. الإبراكسيس، فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا، أمين. ولما انفصلنا عنهم أقلعنا وجئنا متوجهين بالاستقامة إلى كوس، وفي اليوم التالي إلى رودس، ومن هناك إلى بطرة. فإذ وجدنا سفينة عابرة إلى فينيقية صعدنا إليها وأقلعنا، ثم أطلعنا على كبرس وتركناها يسرة وسافرنا إلى سوريا، وأقبلنا إلى صور لأن هناك كانت السفينة تضع وسقها. وإذ وجدنا التلاميذ مكثنا هناك 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بالروح أن لا يصعد إلى أورشليم، ولكن لما استكملنا الأيام خرجنا ذاهبين، وهم جميعا يشيعوننا مع النساء والأولاد إلى خارج المدينة، فجسونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا. ولما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا إلى السفينة، وأما هم فرجعوا إلى خاصتهم. ولما أكملنا السفر في البحر من صور أقبلنا إلى بتولميس، فسلمنا على الإخوة
ومكثنا عندهم يوما واحدا، ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا إلى قيصرية. فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذا أربع بنات عذارى كنا يتنبأنا. وبينما نحن مقيمون أياما كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا يقوله الروح القدس، الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والذين من المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. فأجاب بولس: ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي، لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن مشيئة الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 27 أمشير، أحسن الرب انقضاؤه ويعيده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة من سنة 53 للشهداء الموافق سنة 337 ميلادية تنيح القديس أوستاسيوس بطريرك أنطاكيا. اتولد في بنفيلية وكان معروف بالفضيلة والعلم، ولما تنيح بطريرك أنطاكيا انتخبوه وأصبح هو البطريرك، وانتشرت سيرته الحسنة وفضائله الروحية وعلمه الغزير. حضر مجمع نيقيا لمحاكمة أريوس لأنه كان بيعلم تعاليم خاطئة في الإيمان والعقيدة، ودي الكنيسة تسميها هرطقة، وكان البابا أوستاسيوس بيقاوم الهرطقة ويدافع عن قرارات المجمع لحرم أريوس من الكنيسة. وبعد المجمع غضب منه الأسقف الأريوسيين أتباع أريوس ودبروا له حيلة ومكيدة، جابوا امرأة شريرة وقدموا لها أموال كتير وقالت في مجمعهم بالكذب طبعا إن الطفل اللي معاها يبقى أبوه البطريرك أوستاسيوس، فحكموا عليه بعزله من رتبته البطريركية وقالوا للملك قسطنطين وصدقهم ونفاه إلى ثراكي وهي قرب مدينة فيليبي. الشعب عمل ثورة كبيرة وزعلانين من كذب الأريوسيين ومن قرار نفيه لأنهم واثقين من البطريرك، لكنه بكل تواضع احتمل الظلم وكان بيهديهم ونفذ قرار النفي بهدوء. وفي المنفى زادت صلواته وأصوامه وتأملاته وأصدر كتب روحية كتير، وكمان استمر في مقاومة تعاليم أريوس بكتابة رسائل ضد الأريوسيين لغاية لما تنيح بسلام. وفي يوم المرأة الشريرة جالها مرض شديد جدا وقالت: أكيد علشان أنا ظلمت البطريرك وهو بريء وأنا اتهمته ظلم. راحت على الكنيسة ووقفت قدام الشعب وقالت: البطريرك أوستاسيوس بريء وأنا كذبت
واتهمته واللي طلب مني أعمل كده الأساقفة الأريوسيين، وصدر قرار بنفيهم كلهم عقاب على الشر اللي عملوه، وربنا أظهر براءة البطريرك بعد نياحته. بركة صلواته تكون معانا أمين. وكمان زي النهاردة استشهدت القديسة بيربيتوا ومعاها رجال ونساء كتير من قرطاجنة اللي هي تونس حاليا. بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا أمين. هلما نرنم للرب نهتف لصخرة خلاصنا، نتقدم أمامه بحمد وبترنيمات نهتف له. هللويا. مبارك هو الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وكان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم، فأجاب يسوع وقال لهم: أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين لأنهم كابدوا مثل هذا؟ كلا أقول لكم، بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. أو أولئك الثمانية عشرة الذين سقط عليهم البرج في سلواما وقتلهم، أتظنون أن هؤلاء كانوا مذنبين أكثر من جميع الناس الساكنين في أورشليم؟ كلا أقول لكم، بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. والمجد لله دائم.